الخلاف موجود، ولا يعاد عالم من أجل خلاف وقع منه، لأن الخلاف واقع وهي سنة الله عز وجل. فإذا كان المقصود هو اتباع الدليل فإن لكل كما سبق أجرا من الله عز وجل على اجتهاده، لكن الاختلاف الذي يوجب العداء والغيبة والطعن والقدح هذا هو المذموم. ولذا قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، من باب البغي. لو كان من باب الوصول إلى الحق لكان هذا الاختلاف سائغا، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم، ولكن كانت قلوبهم مجتمعة متآلفة.